اختارت رابطة دول جنوب شرق أسيا أسيان المسار الدبلوماسي لحل نزاع بحر الصين الجنوبي في ختام قيمتها الاثنين في ماليزيا، وطالبت الدول الأعضاء بإدماج الصين في حوار عبر مسار غير تصادمي، لكن بيانها الختامي حمل نبرة صارمة. ودعت الرابطة إلى قرار عاجل بشأن النزاع، وطالبت الدول الأعضاء بالتخطيط للانتهاء السريع من مسودة السلوك بين الدول التي تتنازع معها السيادة على منطقة بحر الصين الجنوبية الغني بالموارد. رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق: سنستمر بإدخال الصين في حوار بناء، والصين تفهم موقفنا، ونأمل أن نتمكن من إقناعها بأن عدم الصدام مع أسيان يصب أيضا في صالحها، وأن أي محاولة لزعزعة المنطقة لن يكون مفيدا للصين أيضا. واتفق الزعماء على ضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية وفقا للمبادئ المعترف بها دوليا، خاصة معاهدة الأمم المتحدة للبحار، وعلى اتخاذ قرار عاجل بشأن مسودة السلوك. وتعلن الصين السيادة على 90% من منطقة بحر الصين الجنوبي الغنية بالنفط، والتي تمر بها تجارة بحرية تقدر ب5 تريليونات دولار، وتتنازع السيادة مع الصين على هذه المناطق كل من الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان، ومنهم 4 أعضاء في أسيان. وعلى الرغم من قيام الدول الخمسة بإنشاءات في المنطقة، أثارت الأعمال الإنشائية التي تجريها الصين في المياه الغنية بالموارد مخاوف الدول المتنازعة. وفي أول رد فعل رسمي على بيان أسيان، دفعت الصين عن إنشاءاتها، واتهم متحدث باسم وزارة الخارجية بعض الدول المنفردة بإثارة هذه المسألة الحساسة بأنانية وبهدف المصلحة الخاصة ومحاولة التأثير سلبا على علاقة الصين بالرابطة. ويعتبر المراقبون أن بيان أسيان يحمل نوعا من الضغوط على الصين، حيث أشار إلى أن الأعمال الإنشائية التي تقوم بها بكين في منطقة بحر الصين الجنوبية بأنها من شأنها زعزعة السلام والاستقرار والأمن.